اهلا بكم الاخوان الاخوات، فيديو جديد. نتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير. جيت في هذا الفيديو باش نتقاسم معكم شروط السفر بين اسبانيا وفرنسا. المهم تنتواجد انا في مطار ديال باري بوفي، بعيد شي 50 كيلومتر على باري. هذا مكان جيت من صرابوسة لباري، وبغيت نتقاسم معكم شنو كيطلبوا. يعني بزاف ديال الناس مع كورونا كيسولوا، كاين كيقول لك اودي لا كيطلبوا بي سي ار، ولا كيطلبوا اللقاح والبي سي ار، يعني بجوج كيقول لك كيطلبوا دار على اللقاح، واحد كيقول. فبالتالي غنتقاسم معكم التجربه ديالي انايا، يعني اللي سافرت وكيفاش دازت. يعني ملي قطعت البي ديالي وجيت اليوم مشيت لصرابوسة، خديت الطوبيس للمطار، مشيت للمطار دخلت على طلبت الاسيستونس، يعني تحتاج اسيستونس. من موراها جا الاسيستونس، مشينا للاورجسترومون فين يعني كان ماركيو البيي. مشينا طلبت لي يعني الكارت ديدونتيتي ولا الترخيص ديال ريزيدنسيا ولا مهم الترخيص ديال ايدنتيداد. مهم عطيتها ليها طق طق. موراها يعني ما قالت لي لا لقاح لا والو، دوزتني صافي، طبعت لي في داك البي يعني ماركاتو. داز امور عاديه، كلشي بخير، داز مزيان. دازنا من يعني من البلاصه اللي كتحط فيها حوايجك في السكانير، داكشي دخلنا تسنينا من مورا ملي جا لهم باركومو، يعني دخلنا الامباركي باش غادي نخرجوا الطياره فين واقفه. تما بعض الناس طلبوا ليهم ماشي كلشي، بعض الناس شي وحدين اللي سبق لي اللي دازو في الاول، شي وحدين طلبوا لهم باس سانيتير يعني سيرتيفيكات دو فاكوناسيون، طلبوا لهم اللقاح يشوفوا. واخا تكون عندك مثلا ما تكونش عندك ديال الريف ورثي تقدر دوز، لانهم كيدوزو في شي اماكن كيشوفوا وكدوز. المهم طلعنا الطياره دازت مشات بخير، وصلنا لباري، حطتنا الطياره تقريبا شويه قبل بشي قسمين مزيان. دخلنا دزنا من سميتو من الباب، ما حتى شي واحد ما قالنا لا باس سانيتير لا والو. دخلنا بشكل عادي يعني بحال داخل الدار ولا داخل شي بلاصه، شي زربه داز. من موراها دزنا دخل، ريحت، كنشرب انا دابا كنشرب القهوه ديالي كما كتشوفوا، عادي ما كاين حتى شي مشكل، ما طلبوا لي حتى شي حاجه في الدخله، ما سولوني على حتى حاجه. دخلت بشكل عادي على عكس داكشي اللي تداول في مواقع التواصل الاجتماعي كيخلعوا في الناس كذا. الانسان ديما قبل ما يسمعش شي واحد قبل ما يمشي يقلب في السيت. انا قلبت لقيتهم انهم طالبين غير السيرتيفيكادو دي فاكوناسيون صافي. دخلت السيت وداكشي اللي طبقت، حتى اللي مشيت يدير بي سي ار كيخسر فلوسو هكاك، يعني هادشي اللي كاين. من اسبانيا لفرنسا راه ما طالبين حتى شي حاجه، الا عندك السيرتيفيكات ديال الباكوناسيون تقدر تدوز. ما عندك سينو سير دير تيست اونتيجينيك حتى حتى الصباح وسير باش يتقام على الترخيص. كاين بزاف ديال الناس يديروا بي سي ار يديروا كذا، يعني ما كاين والو. هذا ما كان اخوان اللي تعبت نتقاسم معكم هذه المعلومه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتبارطاجوا الفيديو باش تعم الفائده. فتحياتي لكم، ونتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو وقلت كاع ذوك الحوايج يعني اللي خصها تقال واللي خص كلشي يعرفها. هذا مكان كنحييكم منا من باري فرنسا، المطار ديال باري بوفي. هذا المطار يعني معلومه بسيطه، كي اوبيري دي فول يعني هنا وسط اوروبا، يعني اغلبيه تخدم فيها الراينر، شركه الراينر وواحد الشركه سميتها بيس اللي كتشل اغلبيه رومانيا واوكرانيا. هذا مكان وهذا المطار فيه دو تيرمينال ديال الجوج. فتحياتي لكم اخوان اخوات، ما بقى لي الا نودعكم باش ما نطولش عليكم، والناس يعني ما تبقاش تفرج، واللي مشغول ولا شي حاجه ينشد ليه الوقت ديالو. نتمنى تكون عطيتكم معلومات تفيدكم. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم اخوكم يوسف.